بتعمد ترك سجود السهو الواجب. طيب، تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. القاعدة في المذهب كل شيء، كل عمل في الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمدا يجب له سجود السهو. إذا متى يجب سجود السهو؟ يقول كل شيء في الصلاة أو كل عمل في الصلاة تركه أو فعله يبطل الصلاة، إذا يجب له سجود. هذه القاعدة، يجب له سجود السهو. إذا وجوب سجود السهو مرتبط بهذا العمل. إذا كان هذا العمل، لو الإنسان مو ساهي تركه عامدا تبطل صلاته، إذا يجب له سجود السهو. ترك ركعة كاملة متعمدا، صلى العصر 3 ركعات متعمد، تصح الصلاة؟ تبطل. إذا لو صلى العصر 3 ركعات وجب له سجود السهو مع الإتيان بالركعة. طيب، إذا يجب سجود السهو. صلى 5 ركعات متعمدا، تبطل صلاته، إذا يجب سجود السهو. ترك التشهد الأول عامدا، تبطل الصلاة، إذا سجود السهو إيش؟ واجب. ترك قول سبحان ربي العظيم متعمدا، ركع وسكت ما قال شيء، على المذهب تبطل الصلاة، متعمد تبطل الصلاة، إذا سجود السهو يكون واجب. إذا هذه القاعدة في المذهب، كل شيء تركه عمدا يبطل الصلاة يجب له سجود السهو. نعم.